ابو شريف مساك الله بالخير. مرحبا ابوي، كيف الحال؟ هلا ابو شريف، يعطيك العافيه ابوي. يا هلا حياك الله. اولا اقول لك عيدك مبارك وايامك سعيده إن شاء الله. حبيبي، ويا رب اسال الله العظيم رب العرش العظيم اللي شاف الشيخ صباح يا الله شفاه لا يغادر صغره. استاذ الفاضل، بالنسبه للطياره للمقيمين، الموضوع اللي حصل في طياره لبنان اللي رجعوها من الجو، انا بناتي موجودين على هذه الطياره تمام، وهم بالاساس طلبه تمام، وصار لهم الحين حاليا 6 شهور هناك ولا عندهم يعني معيل ولا عندهم شيء، وصار الموضوع ان طلبوا منهم فحص بي سي ار، طلبوا وسووا كل شيء، طاروا بالجو وردوا ورجعوهم مره ثانيه. طيب الحين القرار ان اذا يبي يروحون لازم تكون في دوله ما فيها حظر تمام او غير محظوره 14 يوم، يعني حتى لو بوديهم ما راح اقدر اوديهم مكان نهائيا، لان التحاق بعائل طلبه ما راح يعطونهم لا فيزا ولا يعطونهم اي شيء، والوضع صاير جدا يعني بالنسبه لنا احنا كعائله يعني جدا جدا تعبان، جدا نفسيا تعبانين، يعني احنا انا مستعد خلي يجيبونه، لو يجيبونهم هني ينحضرون، على قولتك اقتراح انه لو ينحطون في فندق ندفع لهم، والله ما عندنا مشكله. بناتي جدا حالتهم سيئه، نفسيا سيئه، احنا حالتنا نفسيا سيئه، تخيل يعني المفروض يوم الجمعه يوصلون اللي هو تاريخ 1/8 وبنص الطريق توقف الطياره، امهم انهارت انهيار مو طبيعي. نعم. يعني حالتنا الله يعلم فيها، احنا نتكلم كالتحاق بعائل، هذول بنات طلبه مو عمال او عماله مش عارف ايش او جاي بيقعد سكن عزابيه، فهمت القصد؟ هذول بنات طلبه وصار لهم حاليا 6 شهور قاعدين هناك، يعني الله يعلم بحالتنا وبحالتهم. شنو اللي صار؟ انا معاك، مشكور يا ابو شريف، رايتك بيضة والله يصبركم، كلامك سليم، ما في اكيد يعني اكيد، خاصه العائله لما يكون نص هنا ونص هناك، وانا عارف ومقدر الالتحاق بعائل ما يعطونا فيزا بمكان ثاني وما يعطونا، وانا وياك والله، ولكن هذه اجراءات انا اتمنى من الاخوان في يعني الايام القادمه، ما تدري شنو هي، في دراسه للقرارات واللي قاعد يصير يعني يايمه. هذه رساله من اخونا ابو شريف، وان شاء الله نتمنى بالنسبه حق الاخوان الالتحاقات الاقامات والالتحاق بعائل او طلبة صعب أن يأخذون فيزا من أي